السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنشكركم على الاستضافة هذه. معكم وردي حسام من مكناس. نعاود لكم القصة ديالي على هاد الحالة هذه اللي راكم كتشوفوني فيها. مهم حالة هادشي اللي كتب علينا الله، ولكن نصيحة للخوت ما يتبعوش النصائح اللي نقول انا. انا كنت عايش في واحد الدولة اللي هي اوكرانيا، كنت نقرا تما يا داكشي. المهم تعرفت على شي ناس ماشي هما داك، صدقت كان وشمت وسخت صحتي وسخت حالتي. الحمد لله ما ضربت لا حبس لا حتى شي حاجه، ولكن حاليا في المجتمع المغربي هادشي هذا ما متقبلنيش هكا، كيشوفني كيسحبوا شي مجرم كيسحبوا شي حاجه. وكنتمنى من الشباب يبعدوا من هادشي هذا اللي كاين. وشكرا. دابا الناس دابا انت كتكون خارج كيشوفوك الناس بهذا الوشام وهذا، تلقى كيهربوا منك زعما وي بيان سيغ بيان سيغ. كيشوف اللي في الطاكسي ما كيبغيش يركب معايا في الطاكسي، كيقول راه هذا راه مجرم، هذاك لوشار هذاك كدا هذا كدا هذا مدوز الحبس هذا. اما انت يلا انا ما ندوزتش نهار الحبس. العقليه ديالك عقليه دارت هكا، العقليه مشات مع ديك العقليه الاوروبيه. هادشي اللي وقع لي في حياتي وفهمتي، وراني كنحاول نتغير كنحاول نبذل المجهود، والحمد لله راه كاين تحسين كاين تحسين، راه ماشي هكا كنت شحال هادي. ما ندمتيش على هادشي اللي درتي في صحتك وهذا؟ تقريبا ندمت على شي حوايج وما ندمتش على شي حوايج. نعاود لك واحد القصه. واحد النهار كان عندي موتور ما فيهاش كاريلاج، وقفوا البوليس وجيت نقول لهم الضحيه، قلت لهم هو هذاك. قال نزل الضابط قال لي حيد الجاكيطه، حيد الجاكيطه شاف له شاب. قلت لهم لا ماشي هو هذاك اللي وكريساني، ما واش مش صدق له شاب، ما هو صوفان. الرساله ديالك ديال الناس اللي كيدخلوا بحال هكايا لا الحبس ولا شي حاجه كيبقاو يوشموا صحتهم، خلي صحته كيعطيها لله سبحانه وتعالى. ما غاديش لاقاش ضروري غادي ندم عليها، طال الزمان ولا قصار غادي ندم عليها، لان هذا الشيء هذا وسختي صحتك. ان احنا دابا ما غنقدوش نتبرعوا بالدم، الناس اللي واشمين ما يمكن لهمش يتبرعوا بالدم، الدم ديالهم ملوت. يعني الا كان الاب ديالك ولا الام ديالك في خطر والفصيله الدم ديالك هي اللي غادي تفيدو، راه ما تصدقش ضيعتي الاب ديالك والام ديالك بسبب غلط بسيط. وحاولت ولاني شويه غالي، سميتو تقريبا 50,000 درهم للسنتيمتر كيف. قلبتي بعدا كاين تاع داكشي كاين في فاس، كاين في فاس. بغيت نشوف عاوتاني الام ديالي عايشه في السعوديه، هضرت معاها قالت لي غادي نشوف شي طبيب هو اللي غادي ان شاء الله. المهم ان شاء الله كاين خير، غادي نتغير ان شاء الله.